السلام عليكم حبايبي، واهلا وسهلا بيكم على كل حبايبي اللي في قناه عالم منوعات. يا رب دايما تكونوا بألف صحه وخير وعيد سعيد على الجميع يا رب ان شاء الله باذن الله. طبعا انا معايا النهارده هقول لكم روتيني في العنايه بايدي، وطبعا طريقه سهله جدا وبسيطه. الطريقه دي هتعمل لك على تفتيح الايدين ان شاء الله، هتخليها جميله جدا وبسيطه، هتخليها جميله جدا وطبعا بمكونات بسيطه جدا وبطريقة سهلة جدا، يعني ان شاء الله مش هتاخد منك وقت خالص. وبطريقة جميلة جدا وبطريقة سهلة جدا. طبعا الطريقة ديت ان شاء الله هتبيض ايدك وهتفتحها وتخليها جميلة جدا، يعني شايفين، وكمان هتخلي ملمسها ناعم جدا وتخلي ملمسها جميل بالشكل ده بكل سهولة خالص. مش هتحتاجي اي حاجة خالص غير حاجات بسيطة كلها مكونات من البيت زي ما انتم شايفين ايدي كده اهيت. طبعا انا بعتني بيها على طول، والطريقه ديت لو عايزه تعمليها يوميا مفيش اي مشكله خالص، مش هتاثر على حاجه يعني. بس يا ريت يا حبايبي قبل ما ابدا ما تنسوناش في لايكات وشير وسبسكرايب، ويا ريت اللي اول مره يشوف قناه عالم منوعات يا ريت كده ما ينساش يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويضغط على اللايك عشان يوصل له كل الاشعارات الجديده بالفيديوهات اللي بعملها على طول على قناه عالم منوعات اول باول. طبعا الوصفه ديت سهله جدا وبسيطه، بس ما تنسوناش في اللايكات يا بنات بعد اذنكم. اول حاجه هتعمليها، طبعا انا مش هستخدم اي حاجه من الحاجات دي دلوقتي خالص، الحاجات اللي معايا ديت هسيبها دلوقتي. اول حاجه هعملها هجيب ليمونه، ليمونه فيها مثلا انت مثلا كنت مستخدمها قبل كده تاخديها عادي مش مشكله، او ليمونه زي ديت كده لسه مش مستخدمه يعني مش استخدمتهاش عادي برضو تقدري انت تستخدميها مفيش اي مشكله خالص. تجيبيها وتبداي ان انت تعمليها كده على ايديكي طريقه دائريه كده اهو بالشكل ده اهوت. عايزه اقول لك ان الطريقه دي جميله جدا جدا جدا، وكمان لو انت كنت بتغسلي مواعين بتغسلي مواعين طول النهار، حابه اقول لك ان الطريقه دي عامله زي سكراب كده او مقشر للايدين. طريقه سهله جدا وبسيطه ومفيش اسهل من كده بصراحه، يعني طريقه سهله جدا. اهو انا بعمل كل حاجه قدامكم عشان تبقى على الطبيعه قدامكم وهتلاقوا الفرق. هعمل في ايد واحده بس وهنشوف الفرق، وهنشوف ايدي فتحت اكتر من الاول كمان ولا زي ما هي، يعني هعمل هشوفوا ايد الايد دي انا ما عملتش فيها حاجه اهوت، وهنشوف الايد دي وهنشوف انهي افتح من التانيه اهوت. هتبداي ان انت تعملي باي ليمونه عندك انت مستخدماها او حتى نص ليمونه زي ديت كده، تبداي ان انت تعملي لها كده تمشي على ايدك كده كلها بالليمونه حركات دائريه بالشكل ده. عايز اقول لك بقى يا بنات ان الطريقه دي بتفتح الايدين جدا وبتفتح عموما البشره يعني. طبعا انت هتمشي عليها بطريقه يعني ايه بحاجه بسيطه كده عشان ايه برده ايدك ما تتعورش يعني. عايز اقول لك ان الليمون من الحاجات الجميله جدا اللي بتفتح البشره وترطبها وتنعمها وتخليها جميله جدا ماشي. وكمان لو في اي صفرار كده حوالين الضوافر الليمون برده بيضيعه خالص اهو. الطريقة ديت كده طريقة سهلة جدا وبسيطة ومفيش اسهل من كده، حاجات كلها من البيت، وعلى ما اعتقد ان الليمون دلوقتي مش غالي يعني ماشي اهو. تعملي زي سكراب كده، مش سكراب يعني، تعملي يعني تنظيف كده لو ايدك فيها حاجة تطلع على طول ماشي. شايفين انا بس يا دوبك عملتها بالليمون، شايفين بقت عامله ازاي عشان عملتها بس بالليمون بقت عامله ازاي اهيت. مشيت بس عليها كده بالليمونه. طبعا انا طبعا بقى دلوقتي اهي الليمونه معايا اهي، خلاص انا كده مش عايزاها هركنها دلوقتي وهروح اغسل ايدي. تعملي بقى كده حركات دائريه كده بالليمون بالشكل ده. عايزه اقول لك ان الطريقه دي بتفتح الايدين وتخليها جميله جدا، يعني اي حد هيشوف ايديكي بعد الطريقه ديت ان شاء الله باذن الله هيستغرب جدا من جمالها ماشي. هروح بقى اغسل ايديا وهنشوف بعد كده هنعمل ايه. طبعا انا دلوقتي بغسل غسلت ايدي اول عايزه اقول لكم والله ان الطريقه دي جميله جدا اهوت. شايفين ايدي بعد ما اتغسلت من الليمون
شايفين الفرق اهوت ماشي. بعد كده بقى هتعملي ايه؟ هتعملي زي سكراب كده. ايه معايا؟ القهوة لو عندك نسكافيه سريع الذوبان برضو مفيش اي مشكلة خالص. هتعملي تستخدمي القهوة وتستخدمي السكر، سكر يكون خشن شوية، لما السكر اللي معايا ده خشن ماشي. هبدأ ان انا اجيب السكر كده اهو بالشكل ده كده، واحط كده على ايدي. انا بحاول اعمل قدامكم عشان تبقوا شايفين برضو، تعمل زي سكرابينج كده للبشرة او للايد يعني اهو بالشكل ده. عايزه اقول لك ان حبيبات السكر دي جميلة جدا جدا جدا، وبتشيلك اي خلايا جلد ميتة على ايدك، لو في يعني خلايا جلد ميتة السكر ده بيشيلها على طول، زيت السكر الخشن يعني اهوت. انا بعمل زي سكرابينج كده. هفتح بقى فنجان القهوة او البتاع اللي في القهوة ده، واخد برضو حبيبات كده، احط ده بس تحت عشان مبهدليش الدنيا. هاخد حبيبات القهوة بالشكل ده برضو، اعملها كده على السكر اهو بالشكل ده. اي قهوة عندك، قهوة سريعة الذوبان ماشي مفيش مشكلة، تبقى جميلة برضو اهوت. بس اهم حاجة تعملي حركات دائرية كده زي سكرابينج كده على البشرة. عايزة اقول لك ان هتلاقي تفتيح رهيب جدا جدا ان شاء الله باذن الله، وايدك هتفتح بطريقة جميلة جدا ان شاء الله. طبعا هتفضلي بقى تعملي كده حركات دائرية على ايديكي بالشكل دوت كده، السكر مع السكر مع القهوة. تفضلي تعملي حركات دائرية كده زي سكرابينج للايد. عايزة اقول لك ان اي حد هيشوف ايدك بعد الوصفة دي هينبهر، هينبهر فعلا ببياض وجمال ايديكي. بعمل طبعا الوصفات دي عشان البنات اللي طلبوها مني، عشان بمناسبة العيد النهاردة بقى كان اول يوم العيد. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، وعيد سعيد على الجميع ان شاء الله باذن الله. كده يعتبر انا كملت 5 دقايق لان انا بعمل فيها من بدري. وبعدها هتعملي ايه بقى؟ بعدها طبعا هتركزي على مفاصل الايدين كده، لان دي اكتر مناطق بتكون سمرة شوية اهوت. تركزي على المفاصل كده بتاعت الصوابع بالشكل ده، وتركزي انت بقى على الحتت السمراء اللي عندك ماشي. بعد كده خلاص خلصتي، بعدها بقى تروحي تغسلي ايدك عادي. اغسلها وارجع لكم تاني. انا بعمل كل حاجه عملي قدامكم يا بنات عشان برضو تكونوا شايفين معايا كل حاجه. ماشي يا حبايبي، شايفين الفرق لحد دلوقتي اهو اهو، شايفين ديت؟ دي مش قوي. شايفين دي؟ دي اللي انا بعمل فيها دلوقتي، يمكن الكاميرا كمان تكون مش مبينه قوي اهوت. شايفين الفرق اهو؟ فرق كبير يعني، دي مفتاحها شويه اكتر من دي ماشي يا حبايبي اهوت. ده خلاص كده انا عملت قدامكم السكرابينج، عملته خطوه خطوه بالسكر والقهوه. خلاص كده بالسكر والقهوه، اهم حاجه تعملي بالسكر والقهوه. طيب اخر خطوه معانا هنعمل ايه بقى؟ انا عندي هنا واخده معلقه من اللبن البودر، اللي هو اللبن السايب ده، اللي هو لبن البودره. انا عن نفسي بستخدم لبن نيدو، خدت معلقه وهحط عليها اي كريم مرطب عندك. انا بستخدم الكريم ده اهوت، اي كريم مرطب عندك، مش شرط يعني الكريم ده، تستخدمي اي كريم مرطب عندك، مش شرط حاجه معينه يعني. حطي على كده حاجه بسيطه كده على اللبن او الحليب اهو بالشكل ده، هيديك شكل الكريمي كده، يديك شكل حلو قوي اهوت. طبعا دوت الكريم ده ريحته جميله جدا يا بنات، انا بستخدمه على طول اللي في العنايه على بشرتي، وبيرطب البشره بطريقه جميله جدا. وهتبدأي بالشكل ده تخلطي الاتنين مع بعض، او المكونين يعني مع بعض، اللبن ومعلقة اللبن النيدو والكريم ده
الكريم ده جميل جدا جدا، وكمان ريحته جميله قوي. تبداي كده تخلطيهم مع بعض، بعد طبعا ما استخدمتي الليمونه واستخدمتي في المقشر يعني التقشير السكرابنج، استخدمتي القهوه والسكر وغسلنا ايدينا. خلاص تبداي بقى تستخدمي دوت على ايديكي بالشكل ده اهوت، طبعا انا عامله حاجه بسيطه يعني على قد ايدي، يعني على قد ايد واحده اهو بالشكل ده. ده يبقى انت تدهني كده. عايزه اقول لك ان الكريم ده جميل قوي يا بنات، وبيرطب البشره وبينعمها، خلاها حلوه قوي اهوت. تبداي بقى انت تدهني كده زي مرطب كده، حلو مرطب حلو كده للايد بالشكل ده. واظن الحليب متوفر يعني تقريبا الكيس بكام يعني، بجنيه 2 جنيه، بجنيه ونص 2 جنيه، اللي هو كيس اللبن النيدو دوت جميل جدا. عايز اقولك كمان ان اللبن النيدو ده بيفتح قوي، بيرطب البشره وبيلمعها وبيخليها جميله قوي. اللبن النيدو جميل قوي، من الحاجات اللي هي الحلوه الاكتر من رائعه، اللي بتدي للبشره جمال كده ونعومه. استخدميه برده، وساعات انا بستخدمه على بشرتي، لبن نيدو حلو قوي جميل. تبداي بقى تعملي كده حركات دائريه. انا عايزه اوريكم الفرق بين الايد دي والايد دي، عايزه اوريكم الفرق. ماشي يا حبايبي اهوت، طبعا انا عامله كل حاجه قدامكم قدام الكاميرا يعني، شايفين يا حبايبي الفرق بعد ما استخدمت السكراب، شايفين شايفين فرق الايدين، شايفين الايد دي بقت عامله ازاي ودي عامله ازاي. دي مش قوي برضو فاتحه، اه بس مش قوي، مش زي ديت اهو اهوت. يا رب تكون واضحه قدامكم اهي، تكون الكاميرا مبينها حلو يعني اهي. عايزه اقول لك ان الروتين دوت جميل جدا في العنايه بالبشره، استخدميه وان شاء الله مش هتندمي ابدا. وعايزه اقول لك كمان اني اصلا اني اساسا السكراب اللي انا عملته ده جميل جدا، وبيقشر اي خلايا جلد ميته. وكمان الليمون من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تستخدميها في نظافه ايديكي، بيشيل لك اي حاجه، اي اصفرار او اي خلايا جلد ميته. الليمون من الحاجات الجميله جدا يا بنات اللي لازم تستخدميها. وصفة النهارده كانت وصفة طبيعية جدا 100%، مفيهاش أي حاجة. وعايزة أقولك كمان إن دلوقتي أنا حاسة بترطيب في إيدي رهيب جدا. دي طبعا كانت وصفة العيد، وكل سنة وأنتوا طيبين. دي تعمليها لو عايزة تبيضي إيديكي بالشكل دوت كده أهو، لو عايزة كمان تطولي ضوافرك أنا عاملة وصفة لتطويل الأظافر عندي برضو على القناة، ادخلوا شوفوها وصفة لتطويل الأظافر بطريقة سهلة جدا وبسيطة. أتمنى تكون وصفة النهارده عجبتكم، ولو عجبتكم بقى يا حبايبي يا ريت ما تنسوناش في لايكات وشير وسبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد على قناه عالم منوعات اهوت. يا رب تكون بس الكاميرا مبينه ايديا كويس، بحاول ابينها شويه اكتر اهيت. اتمنى اكون فدتكم النهارده يا حبايبي، وصفه النهارده عجبتكم، واستنوا ان شاء الله في كل جديد على قناه عالم منوعات. ودي كانت كل الحاجات اللي معايا اللي انا استخدمتها بطريقة سهلة جدا وبسيطة في الايد ديت اهيت. ده الكريم المرطب، ودوت السكر، وده الليمونة، ودي القهوة، حاجات بسيطة جدا. وكمان استخدمت معلقة لبن نيدو. اشوفكوا على خير يا رب حبايبي، مع السلامة.